عبر الفلسطينيون في مدينتي القدس ورام الله عن فرحتهم باستقبال عيد الأضحى المبارك وإصرارهم على الحفاظ على عادات وتقاليد العيد. اليوم الأول طبعا الذهاب للصلاة العيد، بعد الصلاة العيد في البلد عادة الناس بروحوا على المقبرة زيارة أموات المسلمين وقراءة الفاتحة عليهم، ومن ثم الذهاب إلى الأقارب المباشرين. في الماضي كان الأولاد مثلا أيام العيد بيلعبوا مع جيرانهم، يوم كنا ساكنين بالقرية بيلعبوا مع الأقارب يمروا عليهم. الأيام هذه احنا ساكنين في المدينة، بجوز أولادي يفتقدوا هذا الجزء، إنه ما في أقارب مباشرين عندي يلعبوا معهم. وزي ما بتعرف احنا السكان رام الله كل واحد من بلد، أيام العيد كلهم بيذهبوا لبلادهم، فبصفي الموجودين في رام الله فئة قليلة جدا جدا، هذا هو الجزء المفقود مش أكثر يعني. بروح بعيد على البكرابولي ومنطش طشة مع أولاد عمي وقرايبي، تاني يوم بروح على رحلة. أنا أكثر إشي بحبه في العيد إن بنتجمع مع بعض أنا والبكرابولي، يعني كلنا مع بعض. إحنا كحلاقين إحنا أول يوم العيد بنقضيها نص اليوم نايمين، إحنا بنروح هون 11 12 الظهر. بس اكيد الواحد بروح على اقاربه على خواته على اهله، طبعا اكيد يعني هذا الشغله بروح على قبور الشهداء، طبعا اللي بيكون عنده اسير لازم نروح برضه عنده على البيت. يعني انا اخوي محكوم مؤبد، فكثير ناس بتيجي علينا على العياد عشان هذا الموضوع، فالواحد يعني صله الرحم بتكون مهمه وشيء ضروري يعني. والله الحمد لله بننبسط مع الاولاد، بيجوا يعني القرايب والاهل بعيدوا علينا، نطلع المول نطلع يعني ناخذ الاولاد ونعيد عليهم الحمد لله ونبسطوا. والله عمت بخير والسعه والسلام يا ربي، ونعد عليكم وعلى جميع امه محمد والاسلام بخير ان شاء الله. نكون بدري بنصلي صلاه العيد، بعدين نفطر فطور العيد وبنستنى القرايب تيجي يعيدوا علينا، بعدين نقضي يوم العيد عادي. يعني بنروح بنعيد على البكرابولنا، بعدين اذا كنا جايبين يعني نذبح نذبحها، ويعني بنفطر فطور جماعي عائلي يعني، بعدين بنرتاح شوي وبعدين بنطلع بنعيد على أقارب. كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة وبالعافية. كل سنة وانتم سالمين، ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وبرجوع حجاجنا بالسلامة ان شاء الله، وعيدنا وعيدكم مبارك ان شاء الله.